مساء الفل. انا بقول لهم الوقت اللي قدامكم دول احفاد الفراعنه. بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه مهمه قوي، وشغلهم بيطلع من هنا من المكان اللي حضرتك شايفينه ده، بيتصدر مباشره لكل اسواق العالم مباشره. انتوا متخيلين الناس هنا اقول ولا بلاش؟ الناس هنا اشهر مزارعين لكتان في العالم، مش في مصر بس. شغلهم بيطلع من هنا، احنا من اشهر دول العالم اللي بتنتج الكتان، بتحوله لشعر والشعر بيتصدر للعالم. ده طبعا للاسف احنا محتاجين نصنع كتان، نحوله غزول عشان نقدر نصنع منه الهدوم، نصنع منه صناعات كتيره جدا ممكن تطلع من الكتان. اللي قدامكم دول هم احفاد الفراعنه، صح يا جماعه ولا لا؟ لان الشغلانه دي موجوده في مصر من ايام الفراعنه. شبرا ملس هي الوحيدة البلد اللي موجودة في المحافظة الغربية اللي محافظة على زراعة الكتان، وأي مساحة بتزرع كتان في العالم بيبقى أصلها أهل شبرا ملس. شكرا يا جماعة، هتشوفونا الأسبوع الجاي.